السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عمرو عبد الله. حاجة من الحاجات الأساسية والمهمة جدا اللي لازم تعرفها الفرق ما بين الفيكتور والراستر. الفرق ما بين الفيكتور والراستر ده حاجة موضوع كبير جدا، أنا شرحه في فيديو منفصل تقدروا ترجعوا له، هتلاقوا لينك الفيديو في الديسكريبشن. الفرق ما بين الفيكتور والراستر تفصيل كبير جدا وفي معلومات مهمة جدا، بس اللي احنا عايزين نعرفه دلوقتي ان الفيكتور الصورة اللي مش بتبكسل، والراستر الصورة اللي بتبكسل. ليه بتبكسل ومش بتبكسل؟ تقدروا ترجعوا للفيديو اللي انا شارح فيه الموضوع ده بالتفصيل. حاجة مهمة جدا برضو هي موضوع الريزوليوشن. زي ما احنا عرفنا في الفيديو ما بين الفرق ما بين الفيكتور والراستر، ان الصورة بتتكون من مجموعة من المربعات جنب بعض، دي اسمها بيكسلز. المربعات ديت او البيكسلز ديت لما بتحط جنب بعض بترتيب معين وبتدرجات مختلفة في الالوان وبعدد كبير او عدد صغير، بتكون لي في الاخر الصورة النهائية. فالريزوليوشن هو عدد البيكسلز ديت في الانش، او عدد البيكسلز ديت في مساحة معينة من الصورة. لو جينا بصينا على الصورة اللي معانا ديت، دي هي نفس الصورة في اليمين وهي نفس الصورة في الشمال، بس الفرق ان الصورة اللي على اليمين البيكسلز بتاعتها قليلة او الريزوليوشن بتاعها قليل، فعيني قدرت تلاحظ الفرق في الريزوليوشن بحيث ان انا عرفت اشوف البيكسلز ديت. لكن الصورة اللي على الشمال الريزوليوشن فيها عالي جدا لدرجة ان عيني مش قادرة تلاحظ البيكسلز ديت، يعني وتشوف المربعات الالوان ديت. هل ده معناه ان الصورة اللي على الشمال مش متكونة من بيكسلز؟ لا، هي اي صورة بتتكون من بيكسلز، بس الصورة اللي على الشمال الريزوليوشن فيها عالي جدا لدرجة ان عيني مش قادرة تلاحظه. بس لو عملنا زوم على الصورة اخر حاجة في الزوم، هقدر اشوف المربعات ديت مساحة صغيرة جدا، بحجم صغير جدا من الصورة. اداني انديكيشن لان الريزوليوشن عالي جدا، عدد البيكسل ديت جنب بعض كتير جدا لدرجة ان مش قادر الاحظها. لو بصينا مثلا على الايد ديت بتاعت الصورة، ممكن انا بعيني اقدر اعد عدد البيكسلز بتاعت الايد دي هنا، اللي هو مربعات الالوان بتاعت الايد. لكن في الصورة اللي على اليمين هنا اللي على الشمال اللي هي الريزوليوشن بتاعها عالي، مش هقدر الاحظ البيكسلز وبالتالي مش هقدر اعدهم لان هما كتير جدا. طبعا انت بتشوف كده بتقول طب ما انا ممكن اعلي الريزوليوشن بقى في كل الرسومات، في كل التصميمات بتاعتي، بما انها حاجه حلوه كده. كل ما اعلي الريزوليوشن كل ما وضوح الصوره هيبقى اكبر وهتبقى شارب اكتر وهتبقى حلوه اكتر. لا، ضريبه عن ان انت بتزود الريزوليوشن او بتزود البيكسلز، انت كده بتحط انفورميشن او معلومات كتيره في التصميم بتاعك. ضريبة على كده ان مساحة التصميم بتاعك او مساحة الصورة بتاعتك بتبقى كبيرة، فهي مش مفتوحة كده لدرجة انك ممكن تخلي الريزوليوشن بتاعك رقم كبير جدا وعادي انك تعليه. لا، هي بيبقى ليها ليميت ان انت ما تعليش الريزوليوشن عن حد معين او ما تقللهوش عن حد معين، بحيث التصميم بتاعك يبقى موفي كل المتطلبات اللي هو هيبقى مصمم ليه. هنعرف واحنا شغالين ان شاء الله امتى اخلي الريزوليوشن بتاعي كذا وامتى اخلي الريزوليوشن بتاعي كذا وبناء على ايه بغيره. بس لازم نعرف في البدايه يعني ايه ريزوليوشن ويعني ايه بيكسلز جنب بعض. فالكونسبت ان انت توصل لك يعني ايه الصوره بتتكون من البيكسلز جنب بعض والريزوليوشن بتاعها بيحدد لي البيكسلز ديت عددها قد ايه. اخر حاجه لازم نعرفها قبل ما نبدا في البرنامج هي ايد، الفرق ما بين ال8 بت وال16 بت. ال8 بت وال16 بت، البت هو 2 اس حاجه، 2 اس رقم. ف8 بت هي 2 اس 8. 2 اس 8 بيديني 256 كالرز. ال8 بت بيديني بيبقى باليتة الالوان بتاعتي زي ما انتم شايفين كده فيها 256 لون اقدر ان انا اتنقل ما بينهم، فبيديني سماحيه ان انا اختار الوان ما بين ال 256 كلر دول. ال 16 بت هي 2 اس 16 بيديني 65536 لون اقدر ان انا اتحرك ما بينهم، فبيديني باليتة الوان اكبر بكتير جدا من ال 8 بت. طبعا زي ما قلنا انا كل ما بزود انفورميشن في الصوره كل ما بيزيد مساحتها كل ما بيزيد بتبقى محتاجه بروسيسنج عالي من الجهاز. امتى هتعامل مع ال 8 بت وامتى هتعامل مع ال 16 بت؟ احنا غالبا في كل شغل اللي هنتعامل معاه هو ال 8 بت. بس تعال نشوف الاول يعني ايه فكره ان انا يبقى عندي باليتة الوان وايه مميزات ان انا يبقى عندي حاجه فيها 8 بت او 16 بت. الصوره ديت من الشمال لليمين 8 بت 16 بت 32 بت. زي ما احنا شايفين كده
الايت بت لما بيبقى عندي باليت الالوان بتاعتي فيها عدد محدود من الالوان 256 لون بس، فلما باجي اعمل تدرج الوان بيبقى التدرج بتاعي لو انا عامل تدرج يعني في الوان من درجه لدرجه ممكن عيني تلاحظ التدرج دوت، بيبقى فيه تموج كده في الصوره. التموج دوت بيبقى عيب من عيوب الصور لو انا ما خدتش بالي منه، بيبقى هو ده السبب بتاع ان انا عامل الصوره بتاعتي 8 بت او 16 بت. التدرج دوت لما انا خليت الصوره بتاعتي 16 بت التدرج بتاعي هنا قل شويه عن ال 8 بت، بس انا عيني برضو قدرت تلاحظه. إيه لو جيت بقى انا عليت البت بتاعي خليته 32 بت، هنا دوت خلى التدرج بتاعي ناعم جدا لدرجه ان انا مش قادر الاحظه في الصوره دي. الصوره هي نفس الصوره، بس اللي على الشمال ديت هي 8 بت، اللي على اليمين دي 16 بت. عرفت منين؟ في هنا في الخلفية في تدرج ألوان، أنا قدرت شفت العيب بتاعه اللي هو التموج بتاع الألوان دي. لو جيت بصيت على اليمين هنا ما لقيتش التدرج ظاهر عندي. ليه؟ لأن دي 32 بت ودي 8 بت، اللي على اليمين 32 بت واللي على الشمال 8 بت. اللي أنا عايز أعرفه إن أنا كل ما بزود البت بتاعي كل ما بيديني باليتة ألوان كبيرة، كل ما بيديني تدرجات ألوان كتيرة جدا أقدر إن أنا أتحرك فيها. فلو انا عندي صوره يهمني جدا الالوان بتاعتها، لو انا مثلا فوتوغرافر او حد مهتم جدا بالالوان، اسلم حاجه مثلا لو هطبع حاجه ويهمني تتسلم بالوانها الطبيعيه الزاهيه، اظبطها بحيث ان البيت بتاعي يديني الصوره بتاعتي بالنتيجه اللي انا محتاجها. بس طبعا زي ما قلنا ضريبه ان انت كل ما بتزود الانفورميشن بتاعتك اللي هو البيت بتاعك، كل ما بتزود مساحة الصورة بتاعتك أو بتزود مساحة الفايل بتاعك، وكل ما بتخلي البرنامج يسحب من الرام بتاع الجهاز بتاعك أكتر. تقريبا معظم شغلنا أو الشغل اللي احنا هنتعامل معاه هو 8 بت بس، يعني هنتعامل مع صور ال 8 بت، مش هنتعرض ل 32 بت أو 16 بت في البداية خالص، لأن احنا مش هنتعمق في الموضوع دوت. بس نبقى عارفين الكونسبت الأول، يعني ايه 8 بت و 16 بت و 32 بت، وامتى ممكن احتاج دوت وامتى ممكن احتاج دوت. لو يهمني الالوان جدا او يهمني مفيش عيب في الصوره زي ما احنا شفنا العيب بتاع الصوره اللي فاتت ديت، العيب دوت يهمني ما يظهرش عندي في الصوره، فانا بختار على اساسه البيت بتاعي اللي انا محتاجه. كده يبقى احنا وصلنا لنهايه الجزء النظري اللي احنا محتاجينه، بحيث ان احنا نبدا ان احنا نخش في البرنامج بقى بقلب جامد، ما يهمناش اي حاجه ان شاء الله ومش هنلاقي اي صعوبه. بس الكونسبت بتاع الحاجات اللي احنا قلناها، الحاجات البسيطه ديت ما تعمقناش في حاجه، بس احنا خدنا منها اللي يهمنا دلوقتي، اللي يهمنا ان احنا نبدا من غير ما يبقى فيه لخبطه. الحاجات النظري ديت اللي احنا قلناها ممكن تكون يعني ما تحسش بقيمتها دلوقتي، بس انت لما هتبدا في البرنامج وتبدا تتعامل معاه الحاجات ديت الاساسيات ديت مهمه جدا جدا جدا. دي هي اللي بتبدا الفايل بتاعك، هي اللي بتبني المشروع بتاعك او الصوره بتاعتك. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو دوت. لو عندكم اي تعليقات او اسئله ممكن تسالوني عليها في التعليقات في الفيديو من تحت، واشوفكم في الدرس الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.